الإطار أول هذه في الرازبي أربع إطارات، نوضع أربع إطارات فيه، هاي نوضعها هكذا. بعد ما فرزنا العسل نوضعه في المنضج، في هذا المنضج، وكما تشاهدون بداية صعود الشوائب وكذلك بعض النحل الميت داخل العسل. هذه يعني تصعد هي لوحدها، نزيد فقط هذه الشوائب، ولكن بعد ذلك قبل ما نوضعه في البرطمان الزجاجي يجب تصفيته. حكمكم بابا الأحسن، بابا الأحسن.